سعيد منحرج شوي اليوم لأن عنده مشكلة وايد مزعجة، لكن مو بروحك يا سعيد، عندي قشرة الرأس. فتقريبا 50% من عامة الناس عندهم نفس المشكلة. القشرة عبارة عن خلايا ميتة بفروة الرأس، وهي حالة طبيعية لما تكون بحد بسيط، لكن لما تزيد عن الحد الطبيعي وتبتدي تبين على الملابس، خاصة لما تكون سميكة ومعاها حكة، وقتها ممكن تكون بسبب بعض الحالات المرضية. وأحد الأسباب الشائعة للقشرة هي الإكزيما الدهنية اللي ممكن تبين في الأطفال بين عمر الأسبوعين والسنة، وعادة القشور تكون صفرة على فروة الرأس والحواجب وداخل أو خلف الأذن. والإكزيما الدهنية تصيب 3% بين عمر 30 و40 سنة، والرجال أكثر من النساء. وبعد تزيد الحالة يسعيد مع الإجهاد النفسي والاسترس. وفي حالات القشور إذا كانت سميكة خاصة في أطراف فروة الرأس، وقتها ممكن تكون عرض من أعراض مرض الصدفية. ويا سعيد لا تحك راسك، فعلاج القشرة بعلاج أسبابها، وبعد باستعمال الشامبوهات الطبية اللي فيها مضاد للفطريات أو مادة القطران. لا تستحوا من القشرة، بل عالجوها. عساكم دوم صحة وسعادة.